سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا ما بين غيم وصفا في جلنا وحل الفلاحيه ديالنا، ما عدا في جنوب الخط السماره الداخله فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي وشمالي وبقوه مجهده شويه في النواحي الغربيه ما بين الدار البيضاء واكادير، وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية وما بين 15-50% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار تقريبا طالعة بحال ديال البارح، 22 درجة في اللوكوس، 23 درجة في واد الذهب، 24 درجة في ناحية عبدة، 26 درجة في الريف الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، 27 درجة في الشاوية وناحية الدكالة، 28 درجة في سايس والساقية الحمراء، 29 درجة في الغرب، 31 درجة في الحوز وناحية سوس، 33 درجة في ناحية تادلة، و 36 درجة في درعا وناحية تفيلات. إذن الحال تقريبا بحال الجو اللي عاشوه البارح جو النواحي الفلاحية ديالنا، مغيم شوية ولا ما بين غيم وصفا مرة مرة. الريح فيه قوي شوية في السهول الغربية، والرطوبة طالعة في المناطق الساحلية، والحرارة وسط النهار طالعة بالخصوص في النواحي الشرقية اللي فيهم النخل ديال التمر، واللي هذا الطقس غادي يلزم علينا نردو البال مزيان للتكاثر ديال القملة اللي تدير الصوف البيض في الجريد وفي العراجن، ويمكن تضعف الإنتاج اللي عاد سير يتكون ويلقح. وإن شاء الله بالتوفيق وزيارة ميمونة ومفيدة للملتقى الدولي ديال الفلاحة دمكناز.